كنت قاعد قدام التلفزيون بقلب كده لقيت النشرة، لقيت ناس عمالة تموت، وبعد كده اما لقينا الشهيد بقى الجرجر واترمى عند كنتاكي في الزبالة، هي دي اللي حرقت نقطة، هي دي اللي حرقت نقطة. ورحت ما بيني وما بين نفسي كده، رحت ناطق الشهادة قبل ما انزل من بيتنا بالمكنة. بقينا نتصل بزمايلنا في احداث محمد محمود، بقى كل اللي عارف صاحب مكنة صاحبه يروح مكلمه متصل بيه يروح نازل، عشان ما كانش فيه اسعاف راضية تخش محمد محمود. كل اللي كنا بنعمله كنا بنودي عمر مكرم بالمكن ويتصلوا بالاسعاف لو في حالة خطيرة، الاسعاف تيجي تاخدها من عمر مكرم تحولها على القصر الفرنساوي القصر العيني. اول مصاب شلته كان واخد طلقة نارية في رجله، في فخذ رجله، وبعد كده بقت داخل بقى عمال احاول في مصابين، اللي واخد خرطوش واللي واخد طلق ناري في كتفه، اخر واحد شايله واخد طلقه ناريه في معدته، شلته ورحت مدخله عمر مكرم، قالوا لك ده توفى. شلت مصاب واخد خرطوش في وش، خرطوش في وش، عيني دي مفرقعه. احنا لو بلطجيه فعلا وهي الدنيا عايجه في محمد محمود كنا دخلنا على اي محل وكسرناه وكنا خدنا اللي فيه، بس احنا نازلين لمصلحه بلدنا، اللي بيموت مش احسن مني. اللي نزل محمد محمود عشان يجيب حق انا وانا قاعد في البيت، بس انا اتحرقت لما شفت قدام عيني كده في التلفزيون الناس عماله تموت. لا مفيش حاجه اتحققت طبعا من بعض الناس اللي ماتت، ولا حق الناس دي جه، ولا العداله الاجتماعيه اللي هم اصلا كانوا نازلين عشانها، ولا حق المصابين جه لحد الان.